تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي المتداولين مع أسبوع جديد لسوق الفوركس. نواصل يوم إطلاعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. في الأسبوع السابق ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 2.3% وزاد مؤشر اس بي 500 بمقدار 1.7%، في حين تقدم مؤشر ناسداك بمقدار 0.5%. بقي مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مستقر تقريبا. لن تصدر يوم الاثنين بيانات قوية هامة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قام بنك جولدمان ساكس بتخفيض تصنيف أسهم كاتربيلار كنتيجة تراجع بمقدار 3.1% مثقلا بشكل هبوطي على الشركات المشابهة. في أوروبا جاءت بيانات IFO بشكل ضعيف. إجمالا قامت بدفع الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل طفيف نسبيا. في الثلاثاء ارتدت الأسواق العالمية متجاوزا ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في شهر يناير، وأرباح الربحية القوية من جونز أند جونز وبروكر وكامبل و3M. تقدمت أسهم الطاقة إكسون وشيفرون مع بعض إلى جانب أسعار النفط العالمية. في يوم الأربعاء ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل أدنى مرة أخرى، وضعف الدولار الأمريكي بشكل طفيف عقب اجتماع مزير احتياطي الفيدرالي في الأسبوع السابق. ذكر المنظمون بأن المخاطر الاقتصادية العالمية كانت مرتفعة بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، في وقت ارتفعت الأسعار الفائدة للمرة الأولى. عقب التصريح عن إمكانية قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في شهر مارس متراجع من 31% إلى 29%. العامل السلبي الإضافي جاءت من تصريحات الربعية الضعيفة من شركة أبل وبوينغ. في يوم الخميس بدأ السوق خارج طلبيات السلع المعمرة المنخفضة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر، والتي تعتبر عموما عاملا سلبيا. ارتفعت أسهم الشبكة الاجتماعية فيسبوك بمقدار 16.5% على الأرباح الربعية القوية، دافعا قسم التكنولوجيا في اس بي نحو الأعلى بمقدار 1.6%. كما تقدم قسم الطاقة في مؤشر اس بي بمقدار 2.6% إلى جانب أسعار النفط. ارتفعت الأسهم الأوروبية نسبة للبيانات القوية على التضخم في ألمانيا، والتي ارتفعت إلى مستوى 0.5% في شهر يناير. يعتقد المشاركون في السوق بتأثير تراجع البيانات على مخاطر التضخم. تستمر مؤشرات الأسهم العالمية بالارتفاع في يوم الجمعة عقب قرار بنك اليابان للذهاب بشكل سلبي. يعتقد المستثمرون بقيام بنك المركزي الأوروبي بتتبع خطواتها، ومعظم الأشياء ستقوم بتعديل الاقتصاد العالمي. كان النمو اليومي لمؤشر اس بي 500 بمقدار 2.5% ارتفاعا قياسيا منذ شهر سبتمبر من عام 2015. الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع في عام 2015 عامل آخر لدعم الأسهم الأمريكية. تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد إلى 0.7% عاما بعد عام في الربع الثالث. يعتقد المشاركون في السوق بأن هذا الأمر قد يؤجل المزيد من رفع أسعار الفائدة PP1 نقطة نسبية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا العام. مع ذلك ارتفعت أسهم مايكروسوفت بمقدار 5.8% على الأخبار تجاوز أرباح الشركة الربعية للتوقعات. في هذا الأسبوع سيقوم السوق بالتركيز على بيانات الرسمية لسوق العمل الأمريكية لشهر يناير، والتي ستصدر في يوم الجمعة. التراجع ملحوظ في الوظائف الغير الزراعية المترقبة، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على الأسواق. في يوم الأربعاء سيصدر مؤجز ADP سوق العمل لشهر يناير من قبل البيانات الرسمية. من المترقب أيضا أن تكون ضعيفة. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركتنا شركة IFC Markets. طاب أوقاتكم وإلى اللقاء.